عبد الله، نفس ما شفنا المرأة الكويتية تبدع وين ما كانت، والثقة في المرأة الكويتية، اختيرت أربع عضوات لعضوية المجلس البلدي اللي شفناهم قبل شوي وهي سابقة تاريخية مثل ما قلنا. نعم. وهم أول لقاء تلفزيوني يجمعهم وإن شاء الله في تلفزيون الكويتي وهذا اللقاء معهم كلهم مع بعض. معنا المهندسة عليا الفارسي، معنا كذلك منيرة الأمير، معنا المعمارية شريفة الشلفان وفرح الرومي. هلا ومرحبا فيكم. يا هلا حياكم الله. ماذا يعني أو تعني لكم هذه الثقة وهذا الاختيار للعضوية في المجلس البلدي؟ في البداية حابة أشكر تلفزيون الكويت على هذه الدعوة الكريمة. طبعا الاختيار يمثل لنا ولزميلاتي يعني شرف لنا طبعا، ونحب نشكر القيادة السياسية على هذه الثقة، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن. طبعا الموضوع يعتبر تحدي ومسؤولية كبيرة أكيد، وأنتوا قد التحدي هذا، ويمكن كنتوا في سنوات طويلة في الميدان تعملون كل واحدة منكم في مجالها، لكن اليوم بعد اختياركم مهندسة منيرة، بعد اختياركم كعضوة في مجلس البلدي، هل كان يعني يوم الأيام تتوقعين اختيارك لهذا المنصب؟ شكرت لكم أخوي عبد الله أختي ليلى على الاستضافة الكريمة في هالبرنامج المميز اللي طالما يسلط الضوء على مهام مؤسسات الدولة وخاصة المجلس البلدي. برجوع حق السؤال، كانت هذا التكليف كان مفاجأة سعيدة، وجمالها في أني طالما كنت أتمنى أن يكون لي باب ينفتح لخدمة بلدي، وكان في نفس مجال تخصصي وعملي كمهندسة، في فرصة جدا جميلة لإظهار قدرة الكوادر الوطنية وخاصة النسائية لتولي مثل هالمهام. أعتز بهالثقة الغالية من القيادة السياسية، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا في هذا المسعى، وأن نحقق بصمة تكون في رصيد إنجازات المرأة الكويتية. ما شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق كذلك. معمارية شريفة، قبل لا نتكلم في مواضيع أخرى ونتبحر فيها، أنت الآن عملتي في أحد المكاتب العالمية، عملتي مع معمارية من أشهر المعماريات الله يرحمها اللي هي زاها حديد. الخبرة في هذا المكان أو في هذا المجال وعملك في هذا المكان، شلون ممكن يضيف اللي منصبك الآن في المجلس البلدي أو عضويتك في المجلس البلدي؟ أولا مساء الخير ومشكورين على الاستضافة. طبعا كانت تجربة مميزة، ويعني احنا لما كنا بالجامعة انا بداية يعني العمل اشتغلت مع زاها الله يرحمها، وكنا ندرس عن مشاريعها بالجامعة وعن فكرها اللي قدمته حق العمارة. فلما اشتغلت هناك طبعا كنت بالمكان اللي قاعد يعني ينتج هالافكار وهالمشاريع. هي كانت شخصية مميزة، وكانت شخصية قوية جدا، كانت تهتم بأدق التفاصيل، تفاصيل التفاصيل. وأتذكر كانت دائما تقول أنا ما راح أقبل أن اسمي يكون على الشيء الفلاني أو المشروع اللي ما يعني يظهر يعني مستواها. هي يعني أنا شخصيا كامرأة، هي كانت مثل مثلي الأعلى، لأن هي أولا امرأة عربية ودخلت بمجال يعني أغلبها كان رجال، وهي يعني وصلت مثل ما يقول لأعلى المراتب. هي أول امرأة تحصل على The Pritzker Prize اللي هي جائزة للأركيتكتر للعمارة، يعني بمثابة النوبل برايز. فيعني هي مثل ما يقولون حطمت السقف الزجاجي. يعني هي عطتني الإلهام، وصراحة يعني أنا مثل ما الخوات قالوا، يعني اليوم إحنا كنساء ككويتيات يعني شاكرين للقيادة أن هي تدعم المرأة، واليوم وجود المرأة يعني مهم في المراكز القيادية. أصبحت المرأة في أماكن صنع القرار، وأعتقد أن هذا مهم جدا. مثل ما تفضلت اليوم الحلقة، يعني في النساء في المجلس اللي فازوا، حاب أقدم لهم أيضا التحية وأبارك لهم.
الدكتورة جنان بوشهري والأستاذة علياء الخالد. وهذا يعكس يعني لما تكون الحكومة تدعم المرأة في المراكز القيادية هذا ينعكس على ثقة الشعب، فمثل ما احنا شفنا صحيح اليوم. وتستاهلون يعني هذه الثقة. مهندسة فرح، إذا بتكلم يعني على 17 سنة اللي طافت وحضرتك يعني كنتي في الأشغال وتشرفين على بعض المباني الموجودة منها مجمع المحاكم وغيرها، ايش كثر كانت هذه يعني النظرة متعبة من المجتمع في الفترة السابقة بأن المرأة ما تطلع إلى الميدان، ما تكون موجودة في الأماكن هذه؟ في البداية أحب أشكر القيادة السياسية على الثقة الغالية، وأتمنى أن نكون عند حسن ظنهم، وأشكركم على الاستضافة. من واقع تجربتي أن المهندسة الكويتية أثبتت أنها قادرة على إدارة المشاريع وحققت النجاح في هذا المجال. من واقع تجربتي أنا في وزارة الأشغال بإدارة المشاريع، في البداية صراحة واجهنا صعوبة بأن نلتحق بالمواقع كمهندسات موقع، وكان دورنا فقط في كمهندسات بالأعمال الإدارية اللي تساعد المشاريع الإنشائية من داخل الوزارة، وهذا بسبب النظرة بأن المرأة غير قادرة أو أنه صعب عليها أن يكون الموقع، فعساس كذي أن احنا كنا بالوزارة. بس الحمد لله بفضل الله أن تم التحاقنا بأحد المشاريع، وكانت بداية المشوار أني أكون مهندسة موقع، وتدرجت عقبها وصرت مديرة مشروع وأشرفت على عدة مشاريع منها مجمع محاكم حولي ومركز ضاحية الصديق وثلاث رياض أطفال، وتم تسليمهم بنجاح للجهات المستفيدة وتم تشغيلهم الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله بالتوفيق. والمرأة الكويتية فعلا تثبت نفسها الآن. مهندسة علياء، بنشوف المرأة الكويتية الآن شلون تثبت نفسها وقت الزحمة. عبد الله، مع ردة المدارس، مع ردة الدوامات، الأزمة اللي الكل قاعد يتكلم عنها، الكل يتكلم عنها، الكويت زحمة. في مشروع أو مقترح هو اسمه أصفط وركب، شنو هذا المقترح او شنو محتوى؟ ممكن تكلمينا اكثر عنه؟ اوكي، هذا المشروع البارك اند رايد بادرت فيه لما كنت مهندسه بجامعه الكويت، وحزتها كنت عامله دراسه مروريه شامله لمدينه صباح السالم الجامعيه، وكان من ضمن الحلول اللي هو حل البارك اند رايد. طبعا هي بالنهايه لما انا احط حلول حق المشاكل المروريه ما ينفع اقول مثلا بس الباصات او النقل العام او بس توسعه الطرق او بس مثلا البصمه المرينه، لا، هي منظومه من الحلول نحطهم مع بعض، وطبعا كل زون له مجموعه من الحلول مع بعض. فحزتها كنت اجتمع بعد صدف ان مع المستشار الخاص بعمل وتنفيذ المخطط الهيكلي الرابع لدوله الكويت، وكنا نناقش بالبريك هذا السوالف وشلون الكويت يعني تحتاج لتطوير أنظمة النقل ويعزز أيضا الاستراتيجية الثالثة من مخطط الهيكلي الرابع. فجاءت فكرة البارك اند رايد تحت منظومة أو تحت نظام اللي هو المود ترانسفير، بحيث أني يعني أعدد وسائل النقل، يعني مو بس استخدم سيارات في الطرق، لا، اعدد وسائل النقل. ومن هذا يعني وهذا النظام يساعد انه يحل المشاكل المروريه. فهي الفكره باختصار انها تجمع بين محبي السيارات ومحبي النقل الجماعي بمنظومه واحده، بحيث ان الواحد ياخذ سيارته من السكن الى الستيشنز اللي تكون متوزعه بالمحطات، او يسمونها بارك اند رايد هاب او الستيشنز او المحطه. مكونات هذه المحطه عباره عن مواقف سيارات طبعا مستدامه حق السيارات، سواء كانت سيارات كهربائيه او السيارات العاديه، بالاضافه الى مواقف سيارات لآليات النقل الجماعي. وتم تخصيص مساحات معينه او نسبه معينه للانشطه التجاريه لخدمه محلات البيع بالتجزئه والمشاريع الكويتيه. فإن الواحد يجيب سيارته ويصفطها يعني مكان قريب من بيته، وبعدين ياخذ النقل الجماعي الى وجهته، فيكون مرتاح، منها خفف الازدحام، منها انه خفف التوتر اللي عليه، وهم يساعد على تقليل التلوث. بس يعني ايش رايكم بهالموضوع؟ انا ما ودي اطلع عن نقطه الزحمه لانه هو حديث الساعه الحين، خلينا ناخذ رايكم كلكم فيه. هل موضوع النقل الجماعي او النقل العام ممكن هو يكون السبيل للمرحله الجايه؟ هل المواطن المقيم على ارض الكويت ممكن يلجا الى مثل هذه الوسائل؟ ايش رايكم كعضوات موجودين داخل هو النقل الجماعي اذا حطيناه بمنظومه صح او بشكل صح ممكن انه يخدم.
يعني مثلا انا مو مساله ان اي احط باصات، مثلا قاعد نشوف احنا الحين شوارع الكويت في الباصات اللي 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 على دورين. أيه بس دققوا شوفوا داخلهم ترى يعني انا قاعد الاحظهم مو قاعد اشوفهم متروسين، فالافشنسي مال الباص يعني حرام، باص عود وقاعد ياخذ يعني مساحه كبيره بس يمكن ثلاثة أربعة اللي داخل الباص. صحيح. فبلس إن هل عندنا خطوط للباصات بشكل صح، مدروسة بشكل صح؟ هل عندنا طبعا قد تكون زينة بس يعني تحتاج تطوير طبعا من الترانسبورتيشن سيستم مانجمنت، إنه لازم على طول أتابع وأطور وأقيس الشغلة اللي أنا حاطتها، الجدول تبع الباص، محطات الانتظار هل هي زينة؟ هل هي مستحسنة آراء الجمهور؟ هل إن الفاسيلتي نفسها زين؟ عندنا حارات مخصصة بس حق الهاي أوكيوبنسي فييكلز مثل ما قاعد يصير برا، حالة مخصصة يعني حارة مخصصة تكون حق الباصات. الأولوية حق الـ HOV اللي هو الباص، يعني خاص بس حق النقل الجماعي، برا قاعد نشوف الأولوية لهم. صح. هني عندنا الباص مسكين يلا يقدر يدخل الريسس ماله ويلا يقدر يطلع منه. صح. هل تخطيط الشوارع في الكويت يساعد على هذا الموضوع، ولا هل هذا اللي انتم راح تبحثونه في المجلس البلدي؟ هو ما راح نبحثه، هو المفروض موجود بس تحتاج يعني ممكن واحده من الحارات ينكتب عليها اتش او في خلصنا، بس انه بالنهايه تثقيف توعيه، الموضوع يحتاج توعيه وتثقيف. يعني يمكن من الحلول، في حلول هارد اللي هي الحين قاعد نتبعها من منها توسعه الطرق والتحويلات، وفي حلول سوفت قد تكون، ترى الحلول سوفت ترى يعني اصعب عشان طيب. نقنع الناس وتعالوا تعلموا على طريقه وتعالوا احترموا القانون، ترى هم مو شيء سهل. والله التحويلات هم صعبه اللي لقات صراحه، وهم التحويلات. فهي بالنهايه يعني الكل مشترك في الموضوع. صح. الكل. صح. سواء الاند يوزر سواء الدرايفر كلنا مشتركين بموضوع الزحمه. نعم، الله يعطيكم الصحه والعافيه. راح نغد نتكلم عن هذا الموضوع لان كشفنا لكم صور في ناقلات عامه يعني قبل فتره، بس عندنا ليله تقرير ان شاء الله. عبد الله نطلع التقرير نشوفه على المرأة الكويتيه ونرجع. إذا نرجع حق ضيفاتنا في الاستوديو عبد الله، وسؤال لك مهندسة منيرة، كنتي أصغر سيدة أعمال في مجال المقاولات، الآن بعد دخولك المجلس البلدي عندك مقترحات حول موضوع نظافة المدن وليتضمن فتح المجال للكوادر الوطنية شابة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هل اقتراحات اللي عندك شلون ممكن أنها تدعم الشباب؟ إذا تكلمينا عنها أكثر. أختي ليلى، ودي أول شيء أوجز مهام المجلس البلدي. نعم. مجلس البلدي هو مجلس تشريعي رقابي تطويري أو مبادر. نعم. التشريع يأتي من وضع وإقرار اللوائح والأنظمة، الرقابة تأتي من مراقبة تنفيذ هذه اللوائح والأنظمة على أرض الواقع ومناقشة الميزانية البلدية والحسابات الختامية، ودور التطويري يأتي من تطوير أو تعديل، مقترح في تعديل أو تطوير اللوائح والأنظمة وتطوير الأعمال. إذا بنتكلم عن ملف النظافة، ملف النظافة هو ملف يشغل بال الجميع، يشغل بال الشارع الكويتي بشكل عام. صح. وهو أيضا في بالفترة الأخيرة كان عليه جدل كبير، فارتأيت أن أنا عندي تصور ممكن يحقق تطور في هذا الملف، خاصة وإن إحنا كدولة ولله الحمد عندنا من الإمكانيات والقدرات والكفاءات الكثير. فشفت من دراستي بأن أحد روافد ضعف الخدمة هو غياب آليات تصنيف شركات نظافة المدن. لذلك فتقدمت في مقترح لتصنيف شركات العاملة في نظافة المدن، وأدرجت فئة خاصة بالشركات الكويتية المتوسطة والصغيرة دعما منا لهذه الفئة ورغبة منا باكتسابهم الخبرة العملية في هذا الملف. أيضا بدراسة النموذج الحالي لملف النظافة وجدنا بعض القصور اللي يحتاج تطوير، فكان أمامي أحد الخيارين، الخيار الأول هو تطوير المنظومة الحالية داخليا، وهذا يحتاج وقت وجهد وممكن ما نوصل اصلا حق التطور اللي احنا نرجوه. الخيار الثاني هو تبني نموذج ناجح عالميا وتطبيقه في الكويت،
أيضا وجدنا أن هذا قد لا يتفق مع ولا يكون فعال مع نموذج الحياة الكويتية. فمن هذا طلعت في مقترح هو استعانة مغننة ببيوت خبرة استشارية عالمية في هذا الملف. الاستعانة هذه تكون لعمل معين في مدة زمنية معينة. يكون اختيار هذا المكتب بناء على خبرته السابقة فنيا وماليا وإداريا وقانونيا وحسن التجربة أو التجربة الناجحة. شنو يكون نطاق عمل هذا المكتب الاستشاري؟ وضع معايير ومواصفات فنية للعقود الجديدة، ووضع آليات الرقابة والمتابعة وإدخال التكنولوجيا في هذا الملف. واشترطنا في هذا المقترح إشراك الكوادر الكويتية وتدريبها وتأهيلها حتى تكتسب الخبرة وتكون مؤهلة لقيادة هذا الملف بالكامل فيما بعد. ممتاز. ففي هذا في تفصيل المقترحين كان للشباب دور كبير لأنهم الركيزة الأساسية للمستقبل. نعم. على طاري يعني هذه المقترحات، أبي اليوم في المجلس البلدي معمارية شريفة، شنو هي أهم المواضيع عشان يتعرف عليها المشاهد المتابع المواطن الكويتي اللي قاعد تشغل بالكم هذه الفترة؟ نعم، اليوم احنا كان عندنا جلسة الصبح وشكلنا لجنة مؤقتة لدراسة المخطط الهيكلي الرابع. فالمخطط الهيكلي بس عشان يعني مو كل الناس سامع عشانه مخطط، هو الماستر بلان، وهو فكرته ان نحط خطة زمنية عادة نكون 20 سنة او 25 سنة عشان نوصل الى يعني احنا راح يكون طبعا السكان راح يزيد عددهم، راح نعرف وين راح يسكنون، شلون راح يسكنون، وين راح يشتغلون، وسائل النقل اللي ممكن ان هي يعني يستخدمونها. فلازم نحط خطه، فيعني حتى مثلا عشان مثلا اليوم واحد بيبني بيته لازم يروح حق معماري او مهندس ويحط له مخطط عشان ما يروح عند المقاول يقول له يلا خلينا نبني. فهذه الفكره. وترى الكويت من سنه 1952 رحمه الله يرحمه الشيخ عبد الله السالم كان ياب مخططين انجليز انه يخططون اول مخطط للكويت اللي احنا لين الحين يعني قاعد نعيش هذا المخطط. حط الدائره الاول والثاني والثالث وبعدين حط 8 مناطق وسماها اي بي سي دي، يعني لين الحين في منطقه يمكن شوي خباء هذه لانها كانت بي على المخطط. وبعدها ب 1970 كان المخطط الهيكلي الثاني، 2008 المخطط الهيكلي الثالث اللي نزل بمرسوم اميري. اليوم احنا نستقبل كمجلس بلدي المخطط الهيكلي الرابع اللي جاي من البلدية. وعشان كذي شكلنا احنا لجنة اليوم مؤقتة واحنا كلنا اعضاء فيها عشان ندرس هالموضوع وان شاء الله نطلع بافضل النتائج للمستقبل بإذن الله. إن شاء الله بالتوفيق. بالنسبة للمهندسة فرح، ودي أتكلم عن مزاولة المهن الهندسية ودورها واختصاصها في المجلس البلدي. هي تقديم اقتراحات، هي دراسة اللوائح والنظم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية لتقديم الاقتراحات ودراسة المواضيع المحالة إليها من المجلس البلدي وتقديم التوصيات اللازمة، وكذلك اقتراح تطوير اللوائح والنظم. هذا دورها هي. نعم نعم. بالنسبة للمهندسة منيرة، شو اللي تغير عليكم بعد دخولكم المجلس البلدي؟ حقيقة اللي تغير الإحساس بالخطوة الشخصية وعظم المسؤولية. يعني كل يوم وكل ما نقوم فيه بصفة يومية لاحظنا أنه هو قاعد يأثر على مصالح الناس تأثير مباشر. هذا يخلينا أن قبل لا نشارك في أي قرار أو قبل لا نبدي أي رأي أن ندرسها دراسة صحيحة. إحنا في البداية أقسمنا على الذود عن مصالح الشعب وأمواله،
والله يقدرنا ان نكون بارين بهذا القسم ونخدم الوطن ونحسن من خدمات المواطن باذن الله. ان شاء الله يا رب. احنا يمكن الاسئله وايد لكن صحيح. وقت حلقتنا وبدايه هذه الحلقه حبينا ان تكونون معانا وما نبي نسهركم عن الجلسات ان شاء الله باكر. وفاذا في يعني كلمه حابين تقولونها بدايه اللقاءات التلفزيونيه لكم ما شاء الله يعني كنتوا ايضا منطلقات وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق في القادم من الايام. الله يحفظك. الله يسلمكم. شاكرين لكم طبعا هذه المقابلة وياكم الله وكلنا نتأمل يعني أن يتصلح المسار وكلنا جايين يعني إن شاء الله في يعني سبيل الإنجاز بإذن الله. يعطيكم العافية وعساكم على القوة. شكرا لكم وعبد الله نشوف ملهمات آخرين بعد الفاصل. خلكم معنا.